افتتح معرض أهلا رمضان في بازار بورسعيد الجديد على مساحة أكبر من 2000 متر مربع. يضم المعرض في هذا العام أكثر من 30 قسما لبيع احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك من السلع الغذائية وغير الغذائية وبأسعار التكلفة وبتخفيضات تصل إلى 25%. هذا وشكلت الغرفة التجارية في بورسعيد غرفة عمليات في المعرض للرقابة والمتابعة والتعامل السريع مع أي شكوى والرد كذلك على أي استفسار أو تلقي المقترحات من المواطنين لضمان متابعة أسعار السلع ومستوى جودتها والتأكد من توافرها وبكميات كافية. كل سنة بنحسن على السنة اللي قبلها بالنسبة للمعروضات، بالنسبة للأسعار الموجودة، بالنسبة للكميات اللي هتتعرض، بالنسبة لطول المعرض. يعني احنا بادئين النهاردة من النهاردة وإن شاء الله نخلص على نص رمضان. بحب أطمن شعبي وإخواتي وأهلي في بورسعيد، البضاعة موجودة متوفرة، الأسعار كويسة، الأسعار اللي بتهم المستهلك البورسعيدي موجودة ومتوفرة، سكر، زيت، رز، مكرونة، الحاجات دي موجودة وإحنا حرصنا أنها تكون موجودة وبكميات كويسة وكميات تقدر تغطي المطلوب. بنضخ في المواسم اللي هي بتبقى فيها مثلا زي العيد وخلافه بالنسبة للتخفيضات اللي هي المخفضة، الأسعار المخفضة، المبادرة الأسعار المخفضة، وأيضا لما بنبقى في أهل المدارس بنقوم برضو بهذا الموضوع. معرض أهلا رمضان هدية الغرفة التجارية لشعب بورسعيد. الغرفة التجارية كعادتها دائما في إطار المساهمة المجتمعية بتقدم المعرض، بنجهز المعرض من جميع التجهيزات من المكان للكهرباء للإنارة للحراسة، كل حاجة بنقدمها للعارضين مجانا في مقابل إنه يقدم لنا سلعة أقل من سعر السوق. عندنا غرفة عمليات 24 ساعة بنتابع تدفق السلع للمعرض، نوعية السلع، جودة السلع، الأسعار. شرط أساسي للسلعة تكون في المعرض تكون سلعة جيدة مناسبة للاستهلاك. المعرض حاجة جميلة وحاجة محترمة، الأسعار مخفضة، في تخفيضات في المنتجات الغذائية. يعني احنا بنشكر السادة المحافظ عادل الغضبان على دعمه الكامل لشعب بورسعيد والمجهود الجبار اللي احنا شايفينه من الغرفة التجارية، يعني حاجة محترمة ومعرض محترم. النهاردة أحلى أسعار موجودة مخفضة للجميع تبع توجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد معالي رئيس الوزراء. فطبعا النهاردة الغرفة التجارية مع معالي محافظ بورسعيد بيقدموا سعر النهاردة للجماهير يكاد يكون أقل من سعر الجملة.